call me a god. إذا كنت تريد تشتري أي أسلحة أو فضة أو أي حاجة تخص لعبة سكال أند بونز أو أي لعبة ثانية مثل ألعاب فيفا، ادخل على الرابط الموجود في الوصف ولا تنسى أنك تحط كود نوب. يساعدونا في تحدي لبست. أوكي هذا يريد. اوكي حلو حلو حلو، في حد معانا. اوكي اثنين. أوبس ضربني. أرسل اسمك. ياس يضربني انا بس. يضربهم هم ولا بس علي انا؟ لا ليفل 8 ما يقل دقلت ليفل 8 صعب. لو تخلص تعرف مهام الاستحواذ الكو اوب بتعطيك درع سفينه ليفل 400 بيفيدك كثير. والله طحنا بطاحة، حيث انه ثلاثة اشخاص مع بعض مهاجمين.
أربعة ولا ثلاثة؟ عندك درع 380 يعني أمورك طيبة من ناحية الدرع. تحتاج أسلحة. وش هذا الحصان؟ ليش؟ ليش حصان؟ طلع حصان يعطينا. ليش هرب؟ وش هذاك اللوت؟ تون تبعه هو ولا وش سالفة؟ اشوف لوت بقعد حال لوت والله. كيف كذا؟ والله ما عرفت صراحة كيف اعطوني لوت وما اوكي نرجع همشي لبست. خلينا هو منطلق صراحة بسرعة يعني حتى اتوقع اسرع مني. ليش لبست يهرب؟ اوكي عاد هذه صراحة حاجة تنرفز. اتمنى ان ذاك اللوت ما بيروح عني. تو انا اقترب ولا ابتعد؟ اتوقع اقترب. والله ايش هذا؟ كيف بوس يهرب يا رجل؟ كيف كالي بكن؟ كيف امورك؟ فقد الامل. ليش فقدت الامل؟ لكن من حقه خلص الوقت. خلص الوقت ليش كذا؟ وش صار؟ ايش اللي صار قبل شوي؟ كنا امورنا طيبة معه. ما اعرف صراحة ايش صار. فجأة هرب عنا والوقت بعد باقي و
كنا نضربه يعني نضربه ضرب، احنا 3 اشخاص ونضربه طول الوقت ومن بداية المشن، يعني مستحيل ان نكون متأخرين ولا شيء. ما كان باقي له كثير. برجع هناك عسى انه يكون موجود اللوت اللي قبل شوية، بس ما اتوقع. اوكي هذاك لوت اخضر كأنه لوت، بنشوف وش فيه. هو اخضر يعني لابست لوت. هذا يعني اعرف انه هذه الحاجات تصير لك مرة واحدة بس بسببها يعني تتنرفز صراحة. نشوف. عسى يعطوني صندوق، صندوق لابست اللي ما سليت منه الاثنين لحد الحين. نكون خلصنا. يمكن يحسب لي اني خلصت تحدي يعني لابست. وش تسوي يا كلب؟ اوكي هذا اللوت. نرجع لجزيرة الزنزانة وبكذا نكون وصلنا لنهاية البث. هذا هو تحدي لابست. في النهاية هرب عنا لابست، ما أعرف ليش، هل هو غلط في اللعبة، بق في اللعبة، أو أي شيء بالضبط. بس الأهم إن عطونا الجوائز، عطونا الصندوق الغامض وكل حاجة. هذا نهاية البث. أتمنى أنكم تضغطوا على زر سبسكرايب، زر اللايك، وتتابعونا، تشوفوا الفيديوهات، وتنشروها مع أصحابكم، وتدعموا القناة دائما وأبدا، وتكتبوا لنا في الكومنتات الحاجات اللي تتمنوها وتريدوا تشوفوها في القناة. ونشوفكم فيديو آخر، والسلام عليكم.